بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل مع هبه. فيديو جديد النهارده، والطلب مني كتير قوي وانا بعمل الروتين بتاعي. قالوا لي هبه انت بتعملي القهوه حلوه قوي، شكلها حلو قوي، عايزين نعرف سر القهوه بتاعتك ايه وبتجيبي بني ايه. النهارده بقى جايه اقول لك انا بعمل القهوه ازاي. طريقه سهله قوي وبجد بتطلع مني مظبوطه جدا، والوش بتاعها كويس قوي. تعالي معايا اقول لك انا بعمل ايه. اول حاجه عشان نجاح القهوه لازم تستعملي ميه ساقعه، ميه ساقعه تكون من الثلاجه، ما ينفعش تستعملي ميه من الحنفيه. ليه بقى مش هستعمل ميه ساقعه ومش هستعمل ميه من الحنفيه؟ لان الميه من الحنفيه عادي بتبقى بارده عاديه، فلما بنحطها بتستوي على طول على النار، والقهوه ما بتكونش خدت الوقت الكفايه اللي هي تستوي فيها على النار علشان خاطر تديني طعم القهوه والمزاج اللي هو بتاع القهوه الحلو. علشان كده لما بنروح بره في اي مكان تاني بنشرب القهوة بيبقى طعمها حلو في كافيه او في مكان مثلا غير البيت، فبيبقى طعمها حلو. ليه؟ لان هما بيسووها على الرمل، الرمل دوت بيخلي القهوة تستوي بالراحة على نار هادية، واحنا طبعا مش عندنا النار الهادية ديت، فبنستعمل مية ساقعة. تعالي بقى معايا اقولك انا هعمل ايه. اول حاجة بقى احنا نعمل النهاردة قهوة مظبوطة مع بعض. هحط كده البن بتاعي، طبعا البن اللي عندك، اللي عندك استعمليه، بس اعمليها بالطريقه ديت بجد هتفرق معاكي قوي. انا بحط معلقتين بن بالشكل دوت كده، عليهم نص معلقه سكر او اقل من النص شويه، طبعا السكر ده اختياري. السكر اللي انت عايزه تحطيه حطيه بالشكل دوت كده. هبدأ بقى اجيب الفنجال بتاعي اللي انا هعمل فيه القهوة، بعاير بيه المية. بصي، حابة بقى تشربيها في كوباية، حابة تشربيها في فنجال، اللي يعجبك، اللي عندك اشربي فيه، اللي انت متعودة عليه يعني، بس اهم حاجة طريقة القهوة تبقى مظبوطة بالشكل ده كده. انا حطيت المية، هبدأ بقى اقلب بالشكل ده كده. طبعا مستمرية في التقليب بالشكل دوت كده لحد ما السكر يدوب معايا. تعالي بقى معايا على النار اقولك هعمل ايه الخطوة المهمة جدا. بصي انا حاطة على النار، مولعة النار وحاطة عليها العين اللي هي التانية اللي هي ديت، بصي اللي هي بتاعت ديت اللي هي زي ديت كده اهي، حطاها هنا. حطاها هنا ليه؟ لان الكنكة مش بتدخل فيها وبتبقى مقلقلة كده ومش عارفة اظبطها، مش عندي الشبكة اللي هي محطوطة، فديت حل حلو قوي لو انت مش عندك. بالنسبة لك هتبقى حلوة جدا. هحط بقى الكنكة بتاعتي عليها اهي، بصي ولا وقعت ولا اتقلبت ولا حصل لها اي حاجة خالص، لكن لما بتيجي بتحطيها من غير ديت بتبقى مقلقلة كده وبتطلع مش حلو. طبعا حطاها مستمرية في التقليب بالشكل دوت كده اهو. بصي انا لحد دلوقتي مستمرية في التقليب زي ما انت شايفة كده اهو، طبعا بتستوي على نار هادية جدا لاني انا حاطة ديت عازل ما بينها وما بين النار، فعوال ما هي بتسخن وكمان الكنكة بتاعتي بتسخن بتاخد وقت. وما تنسيش كمان اللي انت حاطة مية ساقعة، المية الساقعة هي اللي هتساعدك اللي انت تسوي البن بتاعك على نار هادية جدا من غير ما يستوي بسرعة وتحس كده بطعم غريب شوية في القهوة. لا، مليها بطريقة ديت بجد هتعجبك جدا، وهتشوفي دلوقتي احلى فنجان قهوة. بصي دلوقتي خلاص بدأت اللي هي الوش بتاعها يطلع اهو زي ما انت شايفة كده. خلاص هشيلها بقى، بس لسه يعني عارفة ثانية واحدة هشيلها ونصبها مع بعض في الفنجان بالشكل ده كده. هبدأ انزل بقى بالقهوة بتاعتي. اسفة طبعا الموبايل فصل. خلاص بالشكل دوت كده احلى فنجان قهوة. شايفة الوش شكله عامل ازاي؟ بجد ريحتها تحفة. جربيها بنفس الطريقة ديت بجد هتعجبك قوي. ما تنسيش بقى لو انت اول مرة تتفرج عليا تدوسيلي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. لو انت بقى حبيبتي ومتابعيني ما تنسيش تدوسيلي لايك عشان الفيديو ينتشر كده وناس كتير تستفاد منه. اتمنى النهاردة يكون الفيديو عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.